إذا زينت بيوت الناس فبيوت الله أولى. ونحن بهذا المنطق نقول إذا احتفل بالناس فالاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زينت البيوت فبيوت الله أولى، وإذا رفعت أقدام الناس فرفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأشرف. وقال أيها الكرام، دائما يحثنا الله على مر السنة على اختلاف الأزمنة والأمكنة، دائما يبحثون على أمرين في غاية الأهمية والنفع، يبحثون عن المناسبة ويبحثون عن الدين. أما المناسبة فهي الذكرى، وأما الدليل فهو القدوة، والجمع بين الدليل وبين المناسبة هما رمزان من رموز مهمة وأركان أثيلة أصيلة من أركان هذه الأمة وأركان هويتها المشكلة لثقافتها الحضارية عبر الأزمنة المتطاولة الضارقة جذورها في هذه الآلهين. المناسبة هي التي قالها الله تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله. والبديل هو الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في أمهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بهذا النسق ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ذكر الوليد الذي جمعت بين هذين الرمزين وجمعت بين هذين الركنين العظيمين من اركان الهويه الحضاريه التي تحملها الامه. جمعت بين الذكر وهي ذكرى النبي عليه الصلاه والسلام، وجمعت بين البديل المعتبر وهو القدوه وهي القدوه التي سماها الله عز وجل سماها قصه وهي مرتبه زائده عن القدوه فيما يعتبره الناس. لان المقتدى به قد يكون صالحا قد يكون طالحا. بين الأسوة إنما هي في مقامها الأسنى مقام الصلاح، لأن الأسوة قد بلغت من الصلاح ما أهلها لأن تشع ثقافة الصلاح إلى آخرين، فهي صالحة مسلمة وهو مقام أعلى ومرتبة أسنى من مرتبة القدوة. جمع الذكر المولد النبوي هذين الرمزين المشكلين للهوية الحضارية للأمة الإسلامية. ولا شك حينما تجمع ذكر المولد النبوي بين هذين الرمزين ينبغي أن نتوجه ابتداء للحديث عن قضيتين. قضيتين مهمتين آكلتين من القضايا المتعلقة بالمولد النبوي. الأولى هي المحبة النبوية. لأن هذه الأولى هذه متعلقة بما هو نفسي، بما هو شعوري، بما هو داخلي. والثاني بما هو من أعمال الجوارح. أما الأولى فهي المحبة النبوية. حب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الثانية فهي الأخلاق النبوية. المهم في كل زمان وهذا المكان إذا أدرك هذين الأمرين وعلموا بخطورتهما وجل لأمرهما في إشاعة أية ثقافة هي ثقافة المجتمع تنبه على يقين على يقين أنه لا تقي هذه الأمة إلا بهذه الأمرين. ومن الماء البارد
العباد دعوة طلب صدقوا يا الرسول. الرجل ما كان يتخيل، قال فولى الرجل وهو يذلي ويكبر، ما كان فكرة المحبة النبوية تتصل بهذه الدرجة. اليوم ينبغي أن نشيع فقط في المحبة النبوية فيما بيننا. اليوم حقيقة تجمع بين السلوك وبين المحبة النبوية، ولكن لأن المحبة النبوية تفسد سلوكا. لكن ينبغي أن نصبر. ماذا؟ نقول هذه الأرواح مجموعة من الخيارات في النتائج ديالنا. أنا المحبة النبوية شعور قلبي. هو شعور قلبي، راه قد ديالك يا فقير لحب النبي عليه الصلاة والسلام. تبعوه ما تبعوش أمر آخر. حقيقة الاتباع ويدل على المحبة، ليش؟ ومن دلائلها وأماراتها وعلاماتها. لكن المحبة في الأصل يجب أن تنقسم على الاتباع، الأصل هذا. ولذلك لما أتى جوج ديال بكر لما جاء رجل على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا متى الساعة؟ قالوا ما عادت لها، قالوا شنو تزوج فيها؟ قالوا ما عادت لها كبير عالم. قالك لا عندي حاجة مهمة، قالوا ما خصك تعرف تلعب. قال غير أني أحب الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو الجنة؟ قالوا أنت معها الحارس. هذه اللهفة القوية التي يشعرها الإنسان، لهفة القلب والعاطفة القوية والحرارة التي يحس بها الإنسان تجاه النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نتحدث بها. التشريع صغير خرجها، خصنا نبذوها، خصنا نعرفوها، خصنا نقوي بها، خصنا نبذوها، هذا ضوئي صغير، خصنا يكبر، ثم بعد ذلك يصير عملا لا شك أنه يؤثر على سلوكتي. ثاني أنا أعطيها لكم الأخلاق النبوية. الأخلاق النبوية كما حكينا لها قبل جدا، نقرأها جميعا. لكن ربما في كثير الأحيان لا تلتفت إلى معنى. قال الله عز وجل ولا أظن أن أحدا لا يحفظ الله. قال الله عز وجل وليست النبي عليه الصلاة والسلام إنك لعلى خلق عظيم. شو هذه الآية كيفاش حنا نحفظها؟ أقول احفظوا إنك لعلى خلق عظيم. لكن العجيب في هذه الآية هذه الآية العجيب فيها كل شنو هو؟ يقول لك الحرف ديال علا فقط. علا ثلاثة الحريفات سبعة العين واللا والألف مقصورة. هذه العلا عليها مدار كل شيء، الآية تقوم على عالية. قال لأن علا تدل على العلوية، على التمكن، استعلاء والتمكن. وما معنى استعلاء والتمكن على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأخلاق؟ قال لك ثمة خلق، وثمة بشر نبي رسول، وثمة علوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتلى على الأخلاق كما يعتلي الفارس فرسه. تمكن منه. فتمكن من الأخلاق. ولذلك كثير من العلماء يقولون إن الكمالات المحمدية تبدأ حينما ينتهي قانون الأخلاق. حينما ينتهي قانون الأخلاق تبدأ الكمالات المحمدية. وبهذا السر نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه الأخلاق بهذا النحو وجدت أنها تجد في سلوكاتنا على اختلاف حاصل، اختلاف كبير جدا. بالمدارس الفلسفية الخلق وش هو عمل قلبي إلى غيره هو عمل سلوكي، لكن لا شك أن الخلق وإن كان ما يتعلق منه في جزء كبير منه مما تصطدم به القلوب والأفئدة، إلا أن أول ثمرته ما يشاع من الإنسان بعمل صالح، كلام طيب، صلح بين اثنين، أداب يعمل بإخلاص، بعد عن كل ذلك من أن يشوش عليك عبادتك وأن يضيع عليك أخلاقك وأن يضيع عليك عقيدتك. ولذلك قضية في ذلك أهمية ونفاسة. حينما وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره لم يقدره بعقيدة صحيحة، ولم يرفع من قدره بعبادة مليحة، وإنما قدره بخلق جلي، فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. لما؟ قال لك لما ذكره بس الذي مقصد وقت البعثة، والذي بعث في يومين رسول اليوم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يعني الخلق محاسن الأخلاق وجليل الخلال. لما؟ قال لأن هذه العقيدة الصحيحة لا تصح، العقيدة لا تصح حقيقة إلا بعمل طيب مثله. وهذا العمل لا يكمل إلا بخلق زكي، لأن الخلق هو من ثمرة العمل. قال الله عز وجل خذ بأموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فاللهم اجعلنا من عبادك الأخيار، اجعلنا من عبادك.